إذا مع انهيار النظام السابق في ليبيا، الطوارق الذين كانوا بجانب معمر القذافي والذين دخلوا إلى مالي والذين كانوا يحملون السلاح، والشيء الذي نفخ في روح وقوة بعض الجماعات من الطوارق الذين أصبحوا ذو نزعة انفصالية، والشيء الذي بطبيعة الحال مع انهيار والتحولات التي حصلت بالنسبة لبعض دول إفريقيا الشمالية، الدول العربية في شمال إفريقيا، كل ذلك تداخل مع الوضع الموجود في المنطقة وانتشار بعض الحركات الجهادية كبوجارو وبوكو حرام كذلك الذين يوجدون في شمال نيجيريا، وكذلك الشباب الصومالي الذي ضرب مؤخرا في كينيا. فإذا نلاحظ بأن هناك قوس، وهذا القوس أو الهلال يمتد من شمال مالي وجنوب الجزائر إلى شمال نيجيريا، والذي يتجه أو يمتد إلى الصومال. إذا